إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونطرد من يفجره. إياه وحده نعبد، وله نصلي ونسجد، وإليه نسعى ونحفد، نرجو رحمته ونخشى عقابه وعذابه. إن عقابه الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا وهادينا إلى الخير محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أيها الإخوة المسلمون، يتفاعل الكون كله إجلالاً وتعظيماً وتنزيهاً لله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله فطرة في الكون كله، لأن الله تبارك وتعالى خالقه. وكذلكم يتفاعل الكون كله والسماوات والأرض. إذا انتقصت عظمة الله وإذا انتهك توحيد الله وإذا وصف الله تبارك وتعالى بما ليس له وبما ليس أهله، فالله تبارك وتعالى أهل لكل كمال وجمال وجلال. ولذلكم وصف الله تبارك وتعالى حال السماوات والأرض
والجبال حين تسمع شركا بالله ونسبا إلى الله ولدا. قال الله تبارك وتعالى عن قيل النصارى وعقيدتهم وادعائهم أن الله اتخذ ولدا، قال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. تكاد السماوات يتفطرن وتكاد الأرض تنشق وتكاد الجبال تخر هدا والإنسان الكنود الجحود الكفور الشقي لا يهتز له ساكن وهو يسمع هذا الوصف العظيم الذي لم تقبله السماوات العلى بعظيم أفلاكها وشمسها وأقمارها ونجومها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقاً أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. هذه الأفلاك العظيمة في السماوات، هذه الشموس والأقمار والنجوم التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، هذه الشمس التي تكبر عن الأرض بأكثر من مليون مرة وما سواها من ملايين ملايين الكواكب والنجوم التي تفوق الأرض التي نحن عليها بملايين المرات، مليارات مليارات النجوم والكواكب في هذه السماء العظيمة تهتز وتكاد السماء أن تنشق وتكاد الأرض أن تنشق، تكاد السماء أن تتفطر بما فيها من أفلاك عظيمة وصخور لا يعلمها إلا الله، وتكاد الأرض بمن عليها أن تنشق، وتكاد الجبال الراسيات العظيمة أن تخر هدا لأنها سمعت من يصف الله بأنه والد وله ولد. أما الإنسان فقد قال الله عز وجل عنه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لكفور مبين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن مقتضيات كلمة التوحيد التي بها ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإسلام وبها ينتقل من نيران الجحيم إلى عظيم جنات النعيم وبها ينتقل من الكفر والإلحاد إلى الإسلام والتوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. إن من مقتضيات هذه الكلمة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أنها بوابة الدخول إلى الإسلام
فمن قالها دخل الإسلام. وبما أن المسلم أو بما أن الإنسان يدخل الإسلام بكلمة واحدة فليعلم أنه قد يخرج من الإسلام بكلمة واحدة. إن من مقتضيات لا إله إلا الله التعظيم الكامل لله رب العالمين، حين ترفع سبابتك موحدا الله تبارك وتعالى وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد وأوقن وأعتقد اعتقادا جازما لا يغيره ترهيب ولا يبدله ترغيب أنه لا إله بحق معبود إلا الله، لا إله في الوجود إلا الله. وبما أني أنا وأنت نوحد الله رب العالمين ونعلن كلمة التوحيد للخالق وحده سبحانه، فمن مقتضيات ذلكم أن نعتقد أن لا يضر إلا الله ولا ينفع إلا الله ولا عزة إلا بالله ولا توكل إلا على الله ولا عظيم أعظم من الله ولا كبير أكبر من الله ولا عالم أعلم من الله ولا رزاق أكرم من الله ولا قوي أقدر من الله ولا يملك أحد في الكون كله الحياة والموت إلا الله. إننا نقول كلمة التوحيد لكننا نجهل كثيرا من مقتضياتها. أين تعظيم الله في قلوبنا؟ أين تعظيم الله في واقعنا؟ أين تعظيم الله في صلاتنا؟ أين تعظيم الله في عبادتنا؟ أين تعظيم الله في واقعنا؟ ونحن كثير منا صار يخشى الناس أكثر من خشية الله، وصار يخاف المخلوق أكثر من خوفه الخالق، ولربما عصى الخالق طاعة للمخلوق. كم طائع لزوجته عاصيا لله، كم طائع لمسؤوله عاصيا لله، كم مقترف ذنوبا وكبائر من أجل إرضاء المخلوقين، وينسى أن الله مطلع عليه وقادر عليه ولكنه حليم. كم قاتل قتل نفسا بغير حق طاعة لمخلوق، كم إنسان سجن إنسانا ظلما وعدوانا طاعة لمخلوق وهو يعلم أنه ظالم، كم من إنسان عظم مخلوقا أكثر من تعظيم الله ولهج لسانه بذكر المخلوق أكثر من لهجه بذكر الله. وأعظم من هذا كله أننا جميعا منغمسون في ذكر الدنيا والمال والأكل والشرب والبنين والتجارة والأراضي والعقارات والأرزاق أكثر من لهجنا بذكر الله. كم منا معاشر الحاضرين جعل طغيان وقته ذكر الله، وكم منا معاشر السادة الحاضرين من أكثر همه وأكبر همه الدنيا، يصبح في ذكر الدنيا ويضحي في ذكرها ويمسي في ذكرها ويبيت في ذكرها. كم أين الدنيا في قلوبنا وأين الله في قلوبنا؟ لقد طغت الدنيا كثيرا على قلوبنا حتى لم يعد لله تعظيم وذكر إلا لدى من أراد الله له الخير وقليل ما هم. كم نذكر الله في اليوم وكم نذكر الدنيا؟ من الذي يجعل الآن نصب عينيه لقاء الله في كل يوم 5 مرات في المسجد ويقدم شهواته ونزواته وحاجياته ومصالحه على ويقدم رضوان الله وخشية الله على مصالحه وحاجاته ونزواته؟ ألا ترون أن عددا كثيرا اليوم وكبيرا من شبابنا بل وحتى شيوخنا بل ونسائنا من ينغمس في مشاهدة مباريات المونديال والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح
وهم يقولون حي على لعب الكرة. كم سمعنا من أناس يتركون الصلاة من أجل العمل ويقولون إن المعبود باق وإن العمل عبادة، لكن عندما جاءت كرة القدم ترك العمل من أجل كرة القدم فلم يعد العمل عبادة. كم اليوم من يؤذن العصر وهو منتظر أمام شاشة التلفاز، منتظر مع من مباراة اليوم ومن الذي سيربح، عقول أظلها بارئها، لهم الكأس ولهؤلاء وجع الرأس فقط، لنا ضياع الوقت ولهم الأموال والملايين. ماذا تستفيد وأنت تشاهد المباريات عشرات الساعات؟ لا استفدت علما ولا استفدت مالا ولا استفدت قوة ولا استفدت أخلاقا ولا استفدت حتى ربما دينا. عندما تجعل الصلاة صلاة الجماعة تقوم وهو يصلي في منزله لأنه يريد ألا تفوته مباريات كرة القدم، فمن الأعظم عند الله؟ نشدتكم الله، من الأعظم في قلوبنا أيها الإخوة المسلمون؟ والله الذي لا يحلف بغيره، لو كان الله عظيما في قلوبنا جميعا ما تركنا شيئا من لذات الدنيا، ما تركنا شيئا من عبادة الله من أجل لذات الدنيا. ألم يسمع الجميع ويحفظ الجميع قول الله؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، شهوة البطن التي تجعل الإنسان يقدمها على الصلوات في وقتها وفي الجماعات، وشهوة الفرج وشهوة النظر. فأين نحن من الله؟ ثم نقول إننا في لأوى وفي غلاء وفي حر وفي ضنك وفي هموم وفي فقر وفي خوف وفي فاقة، والله يقول نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ألا نرى الآن بعض الناس في الشوارع يمشي كالمجنون؟ ألا نسمع كثيرا من الناس اليوم الذين أصيبوا بالمرض النفسي؟ ليس ذلكم فقط من أجل الفقر، والله ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثير منهم يعانون في الفقر أشد مما نعاني، ولكن كانت صلتهم بالله رب العالمين. لكن كثيرا من المرضى النفسانيين اليوم إنما هو بسبب البعد عن الله، ليس بسبب الفقر والرزق، لأن الله هو المتكفل بالأرزاق. وإذا كانت صلتك بالله فلن يضيعك الله، لن يضيعك الله وأنت مع الله. والله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. لكن تارك للصلاة بعيد عن الله، ثم بعد ذلك يقولون عنده أمراض نفسية، شيء بديهي شيء طبيعي. تسأله يقول لك أنا ما صليت الجمعة منذ كذا أشهر، تسأله هل صليت الصبح في جماعة يقول لك سنة ما صليت الصبح في جماعة، وربما لم يصليه أصلا. ثم يقول عنده مرض نفسي، قليل قليل المرض النفسي في قطاع الصلاة، قليل المرض النفسي في الذين يتعاطون الخمور، قليل المرض النفسي في الذين يتركون الصلوات وهم يخزنون في المقايل ليلا ونهارا، قليل المرض النفسي في حقهم، قليل الفقر في حقهم، قليل الفاقة في حقهم، لأن الله قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ووالله وبالله وتالله ما كان أحد مع الله فضيعه الله. الله الذي أنقذ سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وقد كان قومه يقولون إنا لمدركون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي والله إنا لمدركون ومنهزمون. فهذا فرعون بخيله ورجله وفرسانه وقوته، ومن فرعون في ذلكم؟ كأمريكا اليوم. يتبع موسى مع قليل من قومه والبحر من أمامهم والعدو من خلفهم، إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. اليوم نمد أيدينا للشيخ الفلاني والمسؤول الفلاني والفندم الفلاني والمدير الفلاني
ونتسكع في باب القاضي، ونتسكع في باب التاجر، ونسينا الله الذي رزق التاجر، والذي أعطى المسؤول مسؤوليته، والذي أعطى القاضي القضاء. نسينا الله فأنسانا أنفسنا، نسينا الله فنسينا، نسوا الله فنسيهم. أسأل نفسي وسل نفسك أخي الحبيب، كم نذكر الله في اليوم بجوار ذكرنا للدنيا؟ والأمر الأخطر من ذلك أن التجرؤ على الله وعلى دين الله صار بضاعة كثير من الناس اليوم الذين يدعون الإسلام. تجرؤ على الله، تجرؤ على آيات الله، تجرؤ على النصوص الصحيحة الصريحة في القرآن والسنة، ورد للآيات القرآنية، وكلام في القرآن بغير علم. والله عز وجل يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي زكاه الله ورسم صحبته في القرآن، عندما سئل عن آية من القرآن، أبو بكر الصديق الذي عاشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه ولازمه وكان أنيسه في المحنة وكان ثانيه في ثاني اثنين في الهجرة، يسأل عن آية فماذا يقول سيدنا أبو بكر الصديق؟ يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، واليوم سفيه وصعلوك وسكران وقاطع للصلاة. يتكلم في القرآن ويفسر القرآن ويحرف القرآن ويبدل القرآن ويلوك القرآن. أين نحن؟ أين نحن أيها السادة الكرام في أمة يمن الإيمان والحكمة؟ وتعظيم الله لم يعد في قلوبنا. عندما نتكلم في المنبر عن المسكرات والمخدرات التي تنتشر بين الشباب، تسمع من يرفع عقيرته ويقول: لماذا لا تتكلمون عن البطون الجائعات؟ ما جاعت البطون أيها الغبي إلا لبعدها عن الله، ما جاعت البطون إلا لانتهاكها حرمات الله، لأن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإذا كانت بطوننا أعظم من ربنا، وإذا كان الخطيب لا يتكلم إلا عن جوع البطون ولا يتكلم عن تعظيم الله، اليوم تنتهك حرمات الله. لعلكم سمعتم بالجريمة التي تهتز لها السماوات والأرض التي حصلت في مدينة إب، تقطيع المصاحف ورميها في حمامات مسجد السلام في شارع تعز. عدد كبير من المصاحف قطعت ووضعت في القاذورات وفي الحمامات. أي نفس تقبل هذا؟ هذا الأمر لا يحصل إلا بسبب واحد من أمرين: الأمر الأول الردة عن الإسلام، ومؤشر خطير لوجود منظمات خبيثة تعبث في ديننا وتعبث في مجتمعنا، بداية من انتشال الشباب والشابات تحت اسم تحرير المرأة وتحرير البنت، وتحت اسم حقوق المرأة وحقوق البنت وحقوق الطالبات، ثم زراعة الإلحاد فيهم ثم البرهنة على الإلحاد فيهم بهذا العمل. هذا هو المفسر الأول. المفسر الثاني هو التعامل بالسحر والشعوذة، لأنه لا يوجد ساحر في الكرة الأرضية إلا كافر بالله، لأن الله نص في القرآن هكذا فقال:
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الذي يأتي يقول لي لا السحر هذا عبارة عن أكذوبة والسحر أسطورة والسحر كذاب أنت يا رجل لأنك تكذب القرآن. السحر حق، السحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الشرع لا في الكون لا في الشرعة المطهرة، واحكم على الساحر بالتكفير وحده السيف بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه. الله عز وجل يقول في القرآن إن السحر كفر وإن الساحر لا يتعلم السحر إلا بعد أن يكفر، واتبعوا ما تتلو الشياطين. اقرأوا سورة البقرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. السحر موجود في بلادنا، وبعض الذين يتظللون بمظلة الرقية سحرة، وقد اكتشف كثير منهم في مدينتنا، وإنما يستخدم قراءة القرآن عبارة عن تورية فقط، لأنه لا يوجد ساحر يقول أنا ساحر. قبل 30 عاما، عام 92 و900 للميلاد، في مدينة إب في مستشفى جبلة المعمداني، هذا المستشفى الذي أسس من أجل التنصير وكان العقد مع النصارى لمدة 100 عام، وظهرت بداية التنصير عام 92 عندما ضبطت بعض المصاحف مرمية في بعض حمامات مساجد جبلة، وبعد أن قبض على هؤلاء الشباب وزجوا في التحقيق اعترفوا أنهم تنصروا وخرجوا من الإسلام وأرادوا أن يبرهنوا للمنصرين عن ذلك برمي القرآن، كما أن الساحر يريد أن يبرهن للشيطان أنه صار كافرا بالله فيرمي بالمصاحف إلى القرآن. إذن لا يرمي بالمصاحف فيرمي بالمصاحف إلى الحمامات، لا يرمي بالمصاحف إلى القاذورات إلا أحد رجلين: رجل مرتد عن الإسلام يثبت لأسياده أنه ارتد عن الإسلام، أو ساحر مشعوذ يثبت لإبليس لعنه الله أنه خرج من الإسلام. أما مسلم يخاف الله لا يمكن أن يضع المصحف في الأرض، في الأرض، في الأرض. تعظيم القرآن يقتضي ألا تضعه في الأرض فضلاً عن أن ترميه في البالوعات. وقد أجمع علماء الإسلام كما نص الإمام النووي رحمه الله في المجموع وفي غيره أن من رمى بالقرآن متعمداً إلى القاذورات فهو كافر مرتد عن الإسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يحمي بلادنا من هذا الفساد، وأن لا يؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، فإنا به مؤمنون وله معظمون. قلت ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم، استغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي جعلنا أمة مسلمة موحدة معظمة لله. الحمد لله الذي شرفنا بشرف
وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دون الأمم، فقال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. إن بلد الإيمان يهتز بأكمله، تهتز الأمة بأكملها، كيف لا ويمننا يحكم بالإسلام، كيف لا ودستورنا يعتليه القرآن، تنص المادة 59 بعد 200 من قانون الجرائم والعقوبات في قانوننا في دستورنا اليمني، في القانون لعام 94 و900 للميلاد، تقول المادة 59 بعد 200 إن عقوبة المرتد الإعدام بعد أن يستتاب 3 أيام ويمهل 30 يوما، وتعتبر الردة كما في نص القانون المستقى من شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تعتبر الردة بالجهر بكل قول أو فعل يتناقض مع مبادئ الإسلام وأركانه. شعب مسلم، أمة مسلمة، دستور إسلامي، لا يمكن أن تسكت على مثل هذا. ولذلكم تجد الأمة تهتز من أولها إلى آخرها حين توجد مثل هذه النتوءات، لأن هذا الأمر أمر خطير. قبل فترة من الزمن استضافني مستشار رئيس العراق صدام حسين للغداء، وكان مما طرحه لي في جلسة الغداء قال: في أيام صدام حسين رحمة الله عليه كانت هناك ظاهرة تنتشر في بعض المساجد، وهي قطع المصاحف ورميها في الحمامات، فجمع الرئيس العراقي آنذاك العلماء والمستشارين والقضاة وطرح عليهم الأمر واستفتى العلماء في أمر مهم، وهو: هل يجوز أن نضع كاميرات مراقبة في حمامات المساجد؟ فأفتاه العلماء أنه لضرورة تعظيم القرآن ولعظم هذه الجريمة الشنيعة التي ربما يأخذ الله الأرض عاليها سافلها، لا مانع من وضع كاميرات مراقبة شريطة ألا تراقبها إلا الدولة واثنان فقط من الدولة فقط حتى لا يطلعوا على عورات الناس للضرورة. فأصدر صدام حسين الأوامر بذلكم، ونصبت المخابرات الكاميرات، وبعد أيام قليلة ضبط قرابة 56 مجرما يقطعون المصاحف في بغداد وفي غيرها ويضعونها في حمامات المساجد. فاجتمع صدام حسين مرة أخرى بالعلماء والقضاة ليصدروا قرارهم فيهم، فاتفق العلماء والقضاة على أنهم يطبقون فيهم شرع الله فيستتابون، فمن تاب منهم وضعت له دورات لإعادة تأهيلهم على الإسلام وتخويفهم بالله بعد الغسيل المخي الذي حصل لهم، لأن هؤلاء 56 اعترفوا جميعا أنهم سحرة، فاتفقوا على أنهم يضعون لهم يستتيبونهم، ومن تاب منهم يوضع في دورات تأهيلية أخرى، ومن لم يتب يقام عليه الحد شنقا. فتاب منهم 54 رجلا، وأبى أكابر مجرميهم وهم 2 كبيراهم اللذان علماهم السحر أبيا أن يتوبا إلى الله، وحكم عليهم بالإعدام وشنقا أمام الملأ. إن وجود أي دولة تحكم بالإسلام
صمام أمان للأمة التي تحكمها. ونحن في اليمن دستورنا إسلامي، وحكومتنا إسلامية، وشعبنا مسلم، وأمتنا مسلمة. ولئن وجدت بعض هذه النتوءات القليلة، هي ليست ظاهرة في بلادنا، وإنما قلت لكم حصلت قبل 3 عقود، قبل 30 عاما، واليوم تتكرر. وبلغنا بفضل الله أن الجهات الأمنية مجزية خيرا قد قبضت على المتهمين، ولا شك أنهم سيحاكمونهم محاكمة الإسلام، وسيطبقون عليهم شريعة الله رب العالمين بما تنص عليه الشريعة الإسلامية التي اختزلت في قوانين دستورنا اليمني وقوانين محاكمنا اليمنية. إذن قبل أن أختم خطبتي أيها السادة الكرام، أقول إن ناقوس الخطر يدق ليقول لنا إن هناك أيدي خبيثة تصل إلى بلادنا، كما وصلت الأيدي الخبيثة في تدمير بلادنا عسكريا، وحربها عسكريا، وتدميرها عسكريا، وتدميرها اقتصاديا، وتدميرها اجتماعيا، وتدميرها أخلاقيا. إن هناك أيدي خبيثة تعمل ليلا ونهارا بزعامة الصليبية والصهيونية العالمية، اللتين تقودهما أمريكا وعملاؤها من العرب. هناك حملة خبيثة في بلادنا لنشر الإلحاد عن طريق هؤلاء الشحروريين الذين ينكرون قواعد الإسلام. تجده دكتور في الفيزياء ويتكلم في القرآن، ودكتور في المختبرات والدسنتاريا والملاريا، ويريد أن يتكلم في دين الله، ويدعمون من قبل الغرب لزعزعة قلوب شبابنا وعقيدة أمتنا، لا سيما في زمن هش فيه التعليم، فصار هشا، وصار كثير من شبابنا غير ملقحين دينيا وأخلاقيا وعقديا. فليحذر كل واحد منا على أبنائه وعلى بناته من بعض المنظمات الخبيثة التي تشتريه بالدولار لتبيعه للنار، والتي تعطيه شهادة في اللغة لتسلب منه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم إني بلغت فاشهد، اللهم إني ألقاك بهذا البلاغ فاشهد. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا لا يحصيه إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من ينتسب إلينا شقيا ولا محروما. اللهم من سبقنا إليك من والدينا فاجعلهم في روح وريحان وجنات النعيم على سرور متقابلين، وحرمهم على عذاب القبر وعذاب النار يا عزيز يا غفار. ومن كان من والدينا حيا فمتعوا بسمعه وبصره وقوته وعافيته وصلاحه وعقله وتقواه أبدا ما أحيته، وارزقنا بره على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم من أراد لديننا أو لوطننا أو لأمتنا أو لوحدتنا أو لجيشنا أو لاقتصادنا أو لبحارنا أو لسمائنا أو لأرضنا سوءا فرد سوءه عليه يا رب العالمين.
اللهم عليك يا ربي بالأيدي التي تمتد إلى بلادنا لحربنا عسكريا أو اقتصاديا أو دينيا وعقديا أو أخلاقيا واقتصاديا، اللهم اقطعها، اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم، واجعل أسلحتهم التي يشترونها من بلاد الغرب دمارا عليهم، اللهم اجعل أسلحتهم التي يريدون تدمير بلادنا بها اجعلها عليهم تدميرا. اللهم من ولي من أمرنا شيئا، اللهم من ولي من أمر هذه الأمة الضالة الضائعة الفقيرة المسكينة التي لا تمد يدها إلا لك، ولا تحني رأسها إلا لك، ولا تذل إلا لك، يا رب من وليته علينا فرفق بنا فارفق به، من وليته علينا فجعل مصلحة هذه الأمة قبل مصلحته فاحفظه وارفع علمه واحفظ كرسيه واجعل له من لدنك وليا وسلطانا نصيرا. ومن ولي من أمرنا شيئا ليرقص على جماجمنا وليستغني على حساب فقرنا وليعتز على حساب ذلنا وليتكبر علينا وليختال علينا، فجمد الدم في عروقه واحبسه في جلده حتى يتمنى الموت فلا يجده، واجعله للمعتبرين عبرة ولمن خلفه آية. قلت ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.